مشاهدينا، للمزيد حول الوضع في قطاع غزة تنضم إلينا الزميلة سعاد الإمام مراسل تلفزيون دولة الكويت في قطاع غزة. صباح الخير الزميلة سعاد، وقلوبنا معكم ونشاطركم والأشقاء في قطاع غزة في هذا المصاب الكبير. وبداية، بعد 12 يوما من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني بقطاع غزة، كيف توصفين لي أو تقولين لي ما هي المستجدات في الأوضاع لديكم؟ يعني بعد ليلة دامية جدا حلت على سكان قطاع غزة والعالم أجمع بهذه المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، هي أكبر مجزرة شهدها قطاع غزة على مر الحروب السابقة التي مرت علينا. ما شهدناه ليلة أمس شيء لا يتصوره العقل ولا يمكن أن يتخيله العقل، من مشاهد دامية من استهداف مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ نازحين إلى باحة هذه المستشفى. هذه المستشفى المعمداني الأهلي التي تعتبر أيضا هي رمز من رموز قطاع غزة، المبنية منذ عشرات العقود. هذه المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت بأنها أرسلت حيثيات موقعها منذ بدء العدوان إلى الاحتلال كمنطقة من المناطق التي من المفترض أن تكون معلم هام، مستشفى أي لا يمكن قصفه، ولكن للأسف ما شاهدناه كان صعب للغاية. حجم الشهداء، حجم الدمار، حجم الجرحى كبير جدا. الشهداء ارتفع حصيلة أعداد الشهداء حسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3200 شهيد، وهذه حصيلة غير نهائية بسبب أنه هناك لا زالوا شهداء تحت الأنقاض لا يتمكن رجال الدفاع المدني من انتشالهم. وبالنسبة للجرحى تجاوز العدد 11000 شهيدا بعد مصابا. بعد مجزرة الأمس لم يكتف الاحتلال بذلك، بل استمر في عدوانه واستمر في غاراته، فقام بعد عدة ساعات قليلة باستهداف مخبزا. هذا المخبز يقع في مخيم النصيرات ومكانه أيضا بجانب النازحين. تم استهداف هذا المخبز ومما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء، وأيضا لم يكتفي بذلك فاستهدف العديد من الشقق السكنية والمباني من مدينة بيت حانون شمالا وحتى رفح جنوبا، وكأن الطائرات الإسرائيلية تقول وهل من مزيد، وكأن الجيش الإسرائيلي لم يكتفي بهذا العدد يعني الكبير. احنا نقدر نقول يعني يا رب الله يشافي الجرحى وألف رحمة ونور على الشهداء يا رب. وأنا ودي أسألك أيضا عن منطقة الشمال، هل أصبحت منطقة الشمال في غزة خالية تماما من السكان والمدنيين أم ما زال هناك من يرفض المغادرة؟ وأيضا عن المساعدات الغذائية والوقود وأيضا الماء، ما هي المستجدات على هذه المعاونات الإنسانية؟ هل دخلت ووصلت إلى غزة أم لا؟ يعني بالنسبة لمنطقة الشمال، منذ يوم الخميس الماضي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان منطقة الشمال ومدينة غزة بالمغادرة وبضرورة المغادرة. هناك أعداد كبيرة خرجت من هذه المناطق، ولكن هناك عدد أيضا لا زال باقي لا يريد أن ينزح أو يرحل إلى مناطق الجنوب، متمسك في بيته ومتمسك بمكانه. نحو تقريبا 80% من سكان هذه المناطق توجهوا إلى الجنوب حسب تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما فيما يخص المساعدات والوقود والمياه وجل هذه الأشياء
الإنسانية حتى هذه اللحظات لم يسمح بفتح معبر رفح ولم يسمح بدخول ممر إنساني عاجل إلى القطاع، رغم كافة النداءات، رغم كافة المناشدات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية التي هي بالأمس وخرجت بمؤتمر صحفي أمام على الهواء مباشرة تقول بأن كل ما لديها قد نفذ وأن الوقود لديها شارف على النفاذ، بأن الوضع الإنساني داخل المستشفيات صعب. وكيل وزارة الصحة تحدث بأن الجرحى يتم مداواتهم وإجراء العمليات الجراحية لهم داخل ممرات المستشفيات وبدون وجود تخدير بسبب الاكتظاظ وبسبب العدد الكبير، بسبب النقص الكبير في الأسرة وفي المعدات وفي الأدوية وفي المستلزمات الطبية. فيما يخص الكهرباء، نحن في اليوم 12 على التوالي لا يوجد كهرباء، أي أن هناك شلل تام في كل مناحي الحياة. الكهرباء انقطاعها سيؤثر على القطاع الصحي وعلى القطاع البيئي وعلى قطاع المياه، مياه الشرب أو مياه الاستخدام، فبالتالي ستنعدم المياه. أيضا الاتصالات، الاحتلال الإسرائيلي قام بضرب عمارات وبنايات وأبراج عليها محطات إرسال، جميعها دمرت. الاتصالات صعبة للغاية. حتى الغذاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي تأوي داخل مراكزها نحو 500,000 نازح، أي ما يقارب نصف مليون، أعلنت أن مستودعات الغذاء لديها تكفي فقط لثلاث أو أربع أيام، ومن ثم ستنفذ كافة الحاجيات الأساسية داخل مخازنها ومستودعاتها، رغم أنها هي الأخرى تعرضت للقصف ومخازنها ومستودعاتها تعرضوا للقصف الإسرائيلي. أما في باقي المحال التجارية الموجودة في المدينة فتقريبا المستلزمات، الأكل، كل الحاجيات الأساسية وضحت الصورة لدينا الزميلة سعاد، ونستودعكم الله أكيد ويربط على قلوبكم وأكيد يزيدكم على قوتكم أيضا قوة، وإحنا أكيد معاكم من الكويت نشاطركم أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، وإن شاء الله نتابع معك الأحداث أولا بأول برسائل أخرى. شكرا للزميلة سعاد الإمام مراسلة تلفزيون دولة الكويت من قطاع غزة، شكرا لك، ونقدم العزاء مرة أخرى في هذا المصاب الكبير.